اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم تثقيف سبلاني. اليوم حلقتنا بعنوان نصائح ورشادات رمضانيه، نقدم لكم اياها من جامعه الموصل. طلاب كليه الصيدله حبوا يشاركونا بهذا البرنامج. هذه الجامعه اللي تنبض بالحياه من رغم كل الحروب اللي مرت فيها. كونوا معنا. للصيام فوائد عديدة، منها تخليص الجسم من السموم، وأيضا تقوية جهاز المناعة، خفض نسبة الدهون في الدم وإنقاص الوزن، وأيضا زيادة حساسية الأنسولين لدى مرضى السكر. وكما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. قدرة المريض على الصيام تعتمد على عوامل عدة، منها نوع المرض وتقدمه والأدوية الموصوفة والأعراض الجانبية لها وأثر استعمالها على حالة المريض واستقرارها. لذلك ينصح المريض بمراجعة الطبيب قبل اتخاذ أي إجراء لازم بالنسبة للصيام. الحامل والمرضع: ماكو أي دراسات بالنسبة لأثر الصيام للمرأة الحامل والمرضع، لذلك تنصح بمراجعة الطبيب وأخذ الفيتامينات اللازمة. بالنسبة للأشخاص المصابين بالضغط فينصح بعدم الإكثار من الموالح، وكذلك ينصح بعدم الإكثار من ملح الطعام خلال الوجبات الغذائية، وكذلك ينصح خلال فترة الصيام بعدم بذل الجهد، لأن ذلك يؤدي إلى تقليل مستوى السوائل داخل الجسم، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض مستوى ضغط الدم. أما بالنسبة لأدوية الضغط التي تؤخذ مرة واحدة يوميا فيتم أخذها وقت السحور، أما إذا كانت هذه الأدوية تؤخذ وقت المساء فيفضل أخذها في الموعد المعتاد عليه. وكذلك بالنسبة لأدوية الضغط التي تؤخذ مرتين فيفضل أخذها مرة عند السحور ومرة عند الإفطار. وبالنسبة لأدوية الضغط التي تؤخذ أكثر من مرتين يوميا فيجب على المريض مراجعة الطبيب لاستبدالها بأدوية أخرى تتوافق مع أوقات الصيام. أما بالنسبة لأدوية الضغط من مدررات البول لا ينصح باستخدامها خلال فترة الصيام نظرا لأعراضها الجانبية، لأنها تؤثر سلبا على مستوى ضغط الدم. أما بالنسبة للأسبرين فيفضل أخذه وقت الإفطار، وبالنسبة للوارفارين فيجب تأخيره ساعتين بعد الإفطار. بعض أدوية الضغط تساهم في ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الجسم، لذلك يجب الانتباه لكمية التمر والموز وكذلك المشمش التي يكثر فيها عنصر البوتاسيوم. في حالة الفيتامينات ينصح أطباء وأخصائيون التغذية العلاجية المرضى بأخذ الفيتامينات أما بعد الفطور بساعتين أو أثناء الفطور، لكن يجب هنا ملاحظة عدم أخذ الفيتامينات مع الحليب ومشتقاته، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم، حيث يسبب الكالسيوم صعوبة في امتصاص الفيتامينات. أما في حالة المضادات الحيوية فيما تم أخذ بالنسبة للمرضى الذين يتناولون الدواء مرة واحدة في اليوم فلهم الحرية، فأما أخذ الدواء بالفطور أو بالسحور. أما في حالة المرضى الذين يأخذون الدواء مرتين في اليوم فيجب هنا أخذ الدواء مرة في السحور ومرة في الفطور. أما في حالة المرضى الذين يأخذون الدواء أكثر من مرتين اللجوء إلى الطبيب الخاص، وذلك لكي يعطي الدواء الذي يكافئ أو يكون بديل عن هذا الدواء على أن يأخذ أما مرة واحدة في اليوم أو مرتين. طبعا بعد ما ناخذ نظر الاعتبار الرخصة الشرعية للأشخاص اللي يمتلكون بعض الأمراض واللي ما راح يقدرون يصومون، راح نجي نعرف أن قرار الصيام من عدمه بالنسبة لمرضى السكري هو قرار شخصي، بالإضافة إلى استشارة بعض الجهات الصحية المعنية. وعلى الغالب راح يكون هذا القرار هو عدم الصيام، خاصة إذا كان نوع السكري هو من نوع السكري الأول. بس عندنا بعض الأشخاص بعض المرضى راح يصرون على الصيام، فإحنا واجبنا أن ننبههم على المضاعفات اللي ترتب على صيامه. من أهم هذه المضاعفات هي ارتفاع السكر الحاد وانخفاض السكر الحاد بالإضافة إلى الجفاف. فلهذا يجب التنويه على أن قياس مستوى السكر في الدم مرات متعددة في اليوم، ويجب التوقف عدم إكمال الصيام إذا كان مستوى السكر في الدم أقل من 70 في الساعات الأولى من الصيام،
ويجب التوقف عدم إتمام الصيام إذا كان مستوى سكر في الدم أقل من 60. أما بالنسبة للأشخاص اللي يستخدمون الإنسولين فيتم تقليل الجرعات والتحويل إلى الإنسولين طويل الأمد والذي يأخذ قبل النوم. بالنسبة لمساعدات السكر مثل الميتفورمين فلا مشكلة مع الصيام. الصداع في رمضان وخصوصا في الأسبوع الأول له عدة أسباب، ومن أهم هذه الأسباب هو انخفاض نسبة السكر في الدم والجهد البدني وكذلك السهر وقلة النوم. نحن بدورنا ننصح بتقليل الجهد البدني والإكثار من السوائل وكذلك الإكثار من الفواكه والخضروات في وقت السحور لاحتوائها على كميات عالية من السكريات المعقدة، وأيضا ممكن استخدام بعض المسكنات البسيطة عند الحاجة. أثناء الصيام عندنا كثير من الممارسات الخاطئة اللي نقوم بها خلال شهر رمضان. من أهم هذه الممارسات هو شرب كميات كبيرة من الماء بس خلال وقت السحور، وهذا الشيء خطأ. أما الشيء الصحيح هو أن نشرب كمية من الماء في فترة ما بين الفطور إلى السحور وبمعدل لتر ونصف من الماء بشكل يومي لتجنب أي من أعراض الجفاف خلال النهار. أما السلوك الثاني الخاطئ الذي نمارسه خلال شهر رمضان هو أنه نشرب كمية من القهوة والشاي في فترة السحور، وهذا يؤدي إلى زيادة كمية الإدرار مما يؤدي إلى فقدان كمية من الأملاح والسوائل خلال الجسم مما يعرضنا للجفاف بشكل أكثر. أما الأصح أنه نتجنبهم أو نقلل من الكمية. السلوك الثالث الخاطئ هو أنه إحنا ناكل كثير حلويات وكثير أكل دسم خلال وقت السحور، وهذا الشيء راح يزيد من شعورنا بالعطش. نعم، أما الشيء الصحيح هو أن نستبدل هذه الأكلات أو نقلل منها ونستبدلها في الفواكه والخضروات الغنية بالألياف والغنية بالفيتامينات، مما تؤدي إلى زيادة شعورنا بالشبع وتقلل شعورنا بالعطش أثناء النهار. سلوك خاطئ آخر من الممارسات الخاطئة اللي نمارسها بشهر رمضان هو خلال وقت الفطور، إنه بمجرد سماع الأذان نبدأ بشرب كميات كبيرة من الماء ومن ثم العصائر المحلات، بعدين نبدأ بالأكل المقلي والدسم الآخر نفس. لا، أما الشيء الصحيح هو أن نبدأ بالتمر ثم لا بأس بقليل من الماء، ونقسم الأكل إلى فترات يعني على شكل وجبات وليس وجبة واحدة في الفطور. نعم، وإضافة إلى ذلك يفضل المشي قبل صلاة التراويح. نعم، وليس خطأ أن نأكل حلويات بعد صلاة التراويح وأن نستبدل أيضا العصائر المحلات بالعصائر الطبيعية، لكن من دون المبالغة بأكل الحلويات مثل القطايف والزلابية والبقلاوة وغيرها.